بس أعرف طبعا مرات تصير ضغوطات من جهات معينة، يعني أكو ناس عندها مرشحين مثلا مثل أستاذ هوشيار يعني تم استبعاده، فأكيد لازم أنه يكون عندهم مرشح ثاني. أنا ما لي علاقة بالأهواء سيدتي، سيدة النائبة، سيدة النائبة، أنا ما لي علاقة الأخوة عندهم مرشحين، أنا أتحامل معكم بوصفكم ممثلين الشعب. أنتوا هذا اللي اتخذتوا القرار مقتنعين أو مقتنعون أنه دستوري، لو ما مقتنعين والله هي المحكمة يعني كل استاذ نجم كل واحد بيشاهد كل واحد بيقول، يعني هيئة الرئاسة تقول انه هو قرار صائب، بعض اخوان النواب يقولون قرار مو صائب، انا بالنسبة لي اقول لك انا كمقررة مجلس النواب القرار مو صحيح ومو صائب. زين، القرار مو صحيح ومو صائب، شو كنت تأفف مما قالته السيدة بيدة؟ وين اشكاليتك بالموضوع؟ لا مو إشكالية، وإنما هي فجرت يعني مفاجأة كبيرة جدا. يعني مقرر مجلس النواب العراقي حينما يقول بأن القرار الذي اتخذه رئاسة البرلمان قرار غير صحيح، وكثير من القرارات يعني كانت تشير إلى قرار إعادة فتح ترشيح رئاسة الجمهورية كان بضغط سياسي نتيجة خسارة أحد الأطراف السياسيين. أنا أعتقد أن هذا مقدمة غير صحيحة يعني بالنسبة لعمل البرلمان، ومن ثم لابد أن نتوقف. يعني تصريح بهذا المستوى أنا أعتقد أنه سيكون مؤشرا من وجهة نظري على أن القرار للمحكمة الاتحادية سيكون بالضد من القرار الذي اتخذته رئاسة مجلس النواب العراقي بإعادة الترشيح. لذلك أنا أعتقد الآن نحن أمام يعني حقيقة ثابتة جدا، يعني لا يمكن القبول من أن تتخذ القرارات من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي على أسس سياسية بعيدا عن القانون والدستور والنظام الداخلي. لذلك هنا يكمن أو تكمن قضية الاستغراب أستاذ نجم، وبتصوري أن هذا التصريح سوف يعرض السيدة مقررة مجلس النواب العراقي إلى يعني ما يمكن أن نسميه نوع من الاحتكاك السياسي أو حتى الضغط نتيجة هذه التصريحات. لكن ببراءة، خليها بين قوسين، ببراءة المرأة السيدة النائبة قالتها صادقة، وما قالته هو لا هي صادقة لا أبدا، لم تعتمد الدبلوماسية وقضية المصالح السياسية، على العكس يعني تحدثت بكل براءة وصدق وبما يتوافق. يعني احنا مو قانونيين، انا رجل مو قانوني، بس لما اجي اقرا الدستور اقرا النظام الداخلي ما يعني ما ممكن نعود مرة اخرى الى قضية التوافقات في بعض القرارات يعني.